أركان الصلاة 14. دمونز أركان سور لسدي. الأول القيام، لابد أن يقوم في الفريضة. أولا ركن أغا قيامة ودري دل دي لازم يخبر ذاتي ففرس كبا قيام كي، إلا إذا كان عاجز عن القيام، مريض. مقر يو حالتك جاء قيامنا عاجزي ودريدين شي بماري. أما النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. مگر نفل منزره چکم دی اغه کی سیکی کی پناست معنی منز مگر د ولارد نیم اجر و تحصیلی. الثاني تكبيره الاحرام قول الله اكبر. دویم تکبیره احرام د چغه الله اكبر ویلدی. الثالث قراءه الفاتحه. دریم د فاتحی ویلدی. لابد ان يقرا الفاتحه كامله. لازمی خبر د سوره الفاتحه مكمله وای. في كل ركعه. هر رکعت کی. في السريه وفي الجهريه. په پټ منزره او ښکارا منزنو کی. ولا تسقط الفاتحه ابدا. اتكلهم فاتحة كم لنا ساقط كي. إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الحرام الله أكبر وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحسب له هذه الركعة. مگر بيو حالتك جكلا راشية وإمام ركوتا قتشي تكبيروكي بدغ حالتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مطابق فاتحة ساقط كي. الرابع الركوع. سلورم ركن ركوع ده. والرفع من الركوع. ده ركونة وشتي ذل دي. السجود على الأعضاء السبعة. فهو أندامونه ما نسجدك أول. الرفع من السجود. ده سجدونة وشتي ذل. الجلسة بين السجدتين. ده دو سجدو منسك كين أستل. الترتيب بين الأركان. ده أركان ومنسك ترتيب. الطمأنينة لابد أن يطمئن، لا ينقر الصلاة نقرا بسرعة الله أكبر الله أكبر. الصلاة باطلة. اطمئنان أو سكون سر منسك أول نداش زرزر منزك زرزر منز ده باطل ده. يعني يسجد يقول سبحان ربي الأعلى ثم بعد هذا يرفع أقل شيء. نعم يعني سجدوك أقل شيء يوزل سبحان ربي الأعلى أوي أو بيأوجد شيء. نعم ثم التشهد الأخير، يعني قراءة التشهد الأخير. دينا رستو بيا التشهد الأخير دي أغيك غويل دي. والجلوس له وغيتك هنا استلدي. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. أم دغرنج درودي إبراهيمي والرسول الله صلى الله عليه وسلم باندي. والتسليمتان. أم دغرنج دو سلامون أقرزوال. والله أعلم. والله أعلم.